السلام عليكم وحياكم الله في حلقة جديدة من أنت وش أنت. في الحلقة السابقة استعرضنا لكم شخصية وطلبنا منكم أنكم تخمنون إيش هي، والإجابة كانت ريو من سلسلة ستريت فايتر. هذول الشباب اللي جابوا الإجابة الصحيحة. الآن خلونا نبدأ حلقتنا الجديدة. نشأته وطفولته كانت مجهولة، ولكن حسب المتعارف عليه هو أخوه وهم أطفال كان هناك طائر يحملهم عشان يوصلهم لأهلهم في بلدتهم. فجأة تم اختطاف أخوه وصاح في الأرض عشان يتم احتضانه من قبل كائن يساعده في إنقاذ أخوه. تبدأ قصته هنا، وقصة طويلة وهي محاولة إنقاذ أحبابه. وبعد ان كبر ارتبط مصيره بصير أميرة بلده، ولسوء الحظ يتم اختطافها. ولهالسبب اشتغل في أشغال كثيرة ومنوعة، كان طبيب وخدم كجندي في حرب فيتنام، حتى انه الفترة كان معلق مباريات ملاكمة. اشتغل تقريبا في أكثر من 20 وظيفة، وبكذا كون لنفسه سمعة خاصة أنه ما يعرف الاستسلام ودائما مبتسم في مواجهة الشر بكل أشكاله. وظل طوال حياته يحاول ينقذ أميرة بلده من الشر. ها عرفتوا مين هو؟ اكتبوا لنا الإجابة تحت في التعليقات.